السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. بنتكلم النهاردة عن مراجعة سريعة لمقرر بسيط من تشريح النبات العملي. فبنتكلم على مكونات الخلية، فبنروح بنلاقي مكونات حية ومكونات غير حية زي ما احنا خدنا في النظري إلى آخره، لكن بنتكلم على أشكال البلاستيدات. فبنلاقي عندنا أول سلايد أو أول شريحة بتتكلم على البلاستيدات خضراء اللون. دي بلاستيدة حلزونية في طحلب سبايرو جايرة، دي بلاستيدة خضراء وحلزونية الشكل، يعني لونها أخضر وحلزونية الشكل. بالمناسبة كلمة أخضر مش معناها إن فيها كلوروفيل بس، أي بلاستيدة بيبقى فيها مجموعة من الأصبغة لكن الصبغ الأساسي هو الكلوروفيل. لون البلاستيدة بيعتمد على نسب الأصباغ اللي موجودة داخل البلاستيدة. يعني بنلاقي شكل تاني من اشكال البلاستيدات الخضراء بتكون شكل كروي بالشكل اللي احنا شايفينه داخل الخلايا هنا. بشوفنا الشكل الحلزوني بشكل الكروي. بنلاقي بلاستيدات حمراء وتبقى موجوده في بعض النباتات زي مثلا الجزر، زي الفلفل، زي الطماطم، فاشكال كثيره يعني طبعا مع اختلاف اشكالها يعني. بعد كده بنتكلم على مكونات غير حيه زي حبيبات النشا. بعض النباتات بتخزن نتيجه العمليات الحيويه والايض و الى اخره، فبتخزن بعض المركبات. من ضمن هذه المركبات حبيبات النشا. الحبيبه بيكون لها سره او بدايه هنا وتبتدي تتكون طبقات من النشا بالشكل ده كده، طبقات فوق طبقات بالمنظر ده لغايه الحلقات دي، وبتكون لي حلقه النشا يعني. طب ليه هنا لونها ازرق؟ لان طبعا حطينا نقطه يود عشان تبان الحلقات فتاخد اللون الازرق. وادي اشكال تانية ليها بدون سبب بالمنظر ده كده. بنيجي لمكون تاني اللي هي حبيبات الاليرون اللي هي البروتين يعني، وادي التركيب بتاعها بيكون بالشكل ده كده، بيكون عباره عن في كريستاليه هنا وفي الطبقه بتاعت الاليرون بتحط بيها بالمنظر ده كده، ودي هنا الكورتين او الكره دي اللي هي من الجلوبين. احيانا بتكون طبعا التركيب ده او الخليه دي اللي هي بتمثل كل خليه من دول، وده التركيب بتاعها. دي بتبقى موجوده في طبقه من الطبقات بالمنظر ده كده، يعني اللي تحت ده الابيض ده نشا، لكن الطبقه دي طبقه الاليرون. لو كبرنا شويه دي اللي هي فيها حبيبات البروتين بالمنظر ده كده. بنلاقي حاجه تانية، ايوه، بنلاقي ان بعض المركبات الكيميائيه بتكون سامه، فالنباتات بتلجا الى وسيله ان هي تخليها بدل ما صوره سائله وتنتشر في كل اجزاء النبات، لا، بترصبها بصوره اكزالات الكالسيوم او اكزالات الكربون زي ما هنشوف. اكزالات الكالسيوم دي بتبتدي تعمل بلورات زي ما احنا شايفين، زي الازاز، زي البلوره، زي الالماظه كده. فبنقسمها طبعا اشكالها يعني، فبنلاقي هنا الشكل المنشوري اللي قدام حضراتكم ده، او الشكل المعين اللي قدام حضراتكم، ادي الشكلين يعني. طبعا كل دي وحدات باحجام مختلفه حسب البلوره، حجم البلوره يعني. بنلاقي شكل تاني من اكزالات الكالسيوم بيكون في شكل ابري، عامل زي الابر فوق بعضها بالمنظر ده في بعض الخلايا. بنلاقي شكل اخر اللي هو من اكزالات الكالسيوم اللي هو النجميه، اللي هو المنظر اللي حضراتكم شايفينه بالمنظر ده كده. يبقى اكزالات الكالسيوم ممكن تكون الشكل اللي احنا شفناه ده هنا اللي هو المنشور او المعين او الابريه او النجميه. بنلاقي بقى كربونات كالسيوم مش الاكزالات في صوره حويصلات او حبيبه بالشكل ده كده، بتكون خليه بتكبر في الحجم ده، طبعا عباره عن بشره متعدده الطبقات او الخلايا، طبقه الادم مفوق اهي، بيحصل ان في خليه بتكبر في الحجم ويبقى في عنق بالشكل ده كده، وتترسب الكربونات الكالسيوم في صوره حويصله بالمنظر ده اللي احنا شايفينه. دي مكونات الخليه. طب ايه انواع الخلايا بقى؟ تعالى هنلاقي في خلايا الالياف، طبعا ده النظر احنا خلاص احنا اتكلمنا فيهم، وبيكون جدارها ثانوي مغلظ بماده اللجنين زي ما احنا شايفين، والانابيب الرفيعه اللي هي موجوده ما بين الخلايا دي بنسميها بلازموديزمات او الاتصالات السيتوبلازميه اللي بتساعد على التواصل ما بين خليه واخرى. طبعا جدار الخليه واضح اهو، الجدار الاولي اهو بالشكل ده، والسمك ده كله اللي هو الجدار الثانوي، والابيض ده اللي هي فراغات الخليه، وادي الرسمه بتاعتها بتكون بالشكل ده كده. بنرسم الخلايا المضلعه وكل ده عباره عن تغليظ من المنظر ده، وادي البلازموديزماتا وادي التغليظ من اللجنين. الصور طبعا دي متجمعه من مصادر مختلفه، لكن الرسم ده رسمي انا اللي هو رسم اليد يعني. طبعا انا بالنسبه لي الحقيقه من وجهه نظري انا الشخصيه يكفي التعرف على الانسجه والخلايا. موضوع الرسم ده الحقيقه انا ما بقفش عنده كتير، ليه؟ لان هي موهبه. صحيح الرسم العلمي ممكن اعلم الطالب يرسم، لكن انا بعتبرها الحقيقه من وجهه نظري انا يعني بنضيع وقت الطالب، ان الرسمه زي كده ممكن تاخد منه نص ساعه او ساعه الا ربع، فممكن لو السكشن 4 ساعات ممكن كله يروح في رسم رسمتين ثلاثه. طب ايه الفايده اللي هتقوله على الطالب من الرسم؟ يعني الاوقع بالنسبه لي انا حتى لو في رسم يحط عليه البيانات،
يعني يكون الطالب يعرف الخط ده ايه والتغليظ ده ايه ودي ايه، هو ده خلاص، هو ده اللي انا عايزه من التشريح بتاعه، كونه انه يعرف يرسم او ما يرسمش. الرسم ده بدأ في الاحياء عشان ما كانش فيه تصوير، لكن بعد ما دخل موضوع التصوير وبالالوان، ودلوقتي بقى خلاص الصور بقت ملونه، فمش محتاج انا ارسم بقى الموضوع الرسم ده الا اذا كان في غرض علمي محدد، عايز ابين ترتيب بطريقه معينه او حاجه، يعني ما زال مطلوب في بعض الحاجات. لكن هنا عندنا انا قلنا نخلي الطالب يقعد يرسم، انا يكفيني ان هو لما احط له شريحه زي كده يقول لي ان دي خلايا الالياف، لما احط له سهم يقول لي ده كذا، لما يحط لي سهم كذا وده فراغ الخليه. ده بالنسبه لي انا يعني، ربما اكون مخطئ لكن دي وجهه نظري يعني. جدار الخليه زي ما احنا شفنا كده لازم بيكون فيه فتحات بنسميها نقر. النقر يا اما بتكون بسيطه او نقر مضفوفه، يعني ليها ضفه زي كده. ادي هنا ده قطاع طولي، ادي هنا انبوبه وهنا انبوبه او خليه وخليه، وده الجدار اللي بينهم. فاللي بيحصل ان هنا الجدار ده بيبقى فيه زي ضفه بالشكل ده كده، الزياده اللي هنا ومن هنا دي بنسموها مضفوفه مش بسيطه يعني. لو ما كانش فيه الدراعين دول والدراعين دول لا هتبقى بسيطه يعني. ده المنظر الجانبي لما بقطع فيها، وده منظر السطحي فبتبني بالشكل ده كده، بتبني بالشكل ده كده. خلايا البشره بتبان عندي في سلخه البصل بالشكل ده كده، خلايا مستطيله مش مضلعه، يعني طبعا اضلاع لكن الاضلاع مش متساويه، هنا في استطاله فبنقول عليها او مستطيله، وجذورها هنا مش معرجه، جذورها مستقيمه. البنفسجي اللي انا شايفه ده النواه طبعا حسب الصبغه اللي انا صبغت بيها، وادي شكل اخر اهو بالمنظر ده، اعتقد ده كان صبغه اليود، وادي الرسم بتاعها بيكون بالشكل ده كده، مفيش فينها مسافات بينيه خالص، متلاصقه ومتراصه. طب ايه المقطوع ده هنا؟ ده عشان الاسم اللي انا كتبته فقطع الجدار، عشان ما حدش يقول في فتحه هنا، لا مفيش فتحه ولا حاجه يعني. طبعا ده هنا في كماله النسيج اللي احنا بنتكلم عنه. بننتقل لطبقه البشره برضو بس في منظر سطحي، اهي زي ما احنا زي منظر سطحي اهو، وادي منظر سطحي، بس هنا بنشوف فيها بقى ايه تراكيب اخرى اللي هي مين؟ الثغور. ما هي البشره دي لازم تكون مصمطه ما عدا بعض الفتحات، الثغور دي اللي هي الفتحات خاصه عشان يحصل بناء ضوئي، يحصل تنفس تبادل الغازات في الحالتين، والحاجه الثالثه النتح، ممكن يحصل نتح اللي هو فقد الماء الزائد يعني. طب بتتكون من ايه الفتحه دي؟ بتتكون من جارد سيلز او خلايا حارسه، الخليتين دول اللي هو نتيجه امتلاءهم بالميه او فراغهم من الميه هو اللي بيحدد فتح وقفل الثغور. احيانا الجارد سيلز او الخلايا الحارسه اما تاخد الشكل الكلوي بالمنظر ده كده، ويكون حواليها خلايا مساعده بتساعدها يعني خلاص على تفصيل في النظري، او بتاخد الدمبل شيب اهو الشكل اللي احنا شايفينه ده، الدمبل اللي هو زي اللي احنا بنلعب بيه رياضه كده يعني. وادي برضو الخلايا المساعده، هنا موجوده عندي الثغر بس بدون خلايا مساعده، يعني الشكل الاولاني ده في خلايا مساعده هنا اتنين اهم، هنا ما فيش. طبعا ده الشكل الكلوي ده الدمبل شيب. نشوف ادي نسيج اهو بالمنظر ده كده، هنا خلايا مستطيله جدارها فيها تعريق خفيف، وادي الثقر، وادي الخليه الحارسه والنواه بتاعتها، وادي الخليه الحارسه الثانيه، خليتين كلويتين الشكل. طيب وادي شكل اخر اهو بالمنظر ده برضو خلايا حارسه، بنلاقي هنا الخلايا مستطيله، خلايا البشره مستطيله وجدارها معرج، وادي خليتين حارستين دمبل شيب، وادي خليتين مساعدتين. ادي شكل اخر، ادي الخلايا الحارسه بالشكل ده كلويه الشكل، وادي الخلايا المساعده اللي حواليها من هنا في شكل اخر، ادي برضو ثغر ودي خلايا حارسه كلويه الشكل، وفي هنا اربع خلايا، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه بتحيط بمين؟ ودخل شرح بتفصيله في الفيديو السابق يعني بالخلايا الحارسه بالثغر يعني. ادي شكل اخر، وادي البلاستيدات موجوده واضحه جدا في الثغر، دي فتحه الثغر، وادي الخلايا الحارسه، ونفس الشيء منظر سطحي للثغر ذو خلايا حارسه كلويه الشكل بها العديد من البلاستيدات وبدون اي خلايا مساعده حواليها. هنا عباره عن منظر سطحي للخلايا البشره، الجدار الخلايا هنا ايه مضلعه وجدارها متعرض، وهنا في ثغر الثغور اهي كلويه الشكل، وفي حواليها خلايا حارسه واحد اثنين ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه، نفس الكلام هنا، وادي الرسمه بتاعتها بالشكل ده كده. نشوف شكل اخر سلخه برضو ايضا، وادي الثقل والخلايا الحارسه كلويه الشكل، وادي الخلايا المساعده حواليها، وهنا طبعا الخلايا مضلعه وجذورها مستقيم. ادي منظر اخر لسلخه، الخلايا هنا مضلعه، جدار متعرض، والثغور موجوده كلويه الشكل، ومفيش خلايا مساعده حواليها، والتعريف طبعا موجود فوق. نفس الكلام، خلايا مضلعه
او يعني شكلها ممكن يكون متعرج، الجدر متعرجه، مش يمكن جدرها متعرج، لكن هي هنقول عليها مستطيله مضلعه هتمشي معانا يعني، وادي الخلايا الحارسه بالشكل ده كده، وما فيش حواليها خلايا مساعده. سلخه اخرى برضو، وادي دي كلها اشكال مختلفه، نحط الشريحه دي هنا واضح ان الخليه مستطيله جدارها معرج، وادي الخلايا الحارسه، حتى الخلايا الحارسه نفسها الجدار بتاعها برضو فيه تعريج خفيف. سلخه اخرى البشره الجدار متعرج، وادي الخلايا كلويه الشكل، نفس الكلام خلايا مضلعه جدارها مستقيم، وادي الخلايا الحارسه كلويه الشكل، وفي اربع خلايا حواليها، واحد اثنين ثلاثه اربعه، واضح طبعا ان هنا خارج من البشره شعيرات. الشعيره لو حصلناها الشعيره دي وحيده الخليه يبقى عدد خلاياها واحد، متفرعه لا غير متفرعه، فيها غده لا ما فيهاش غده يبقى لا غديه. سلخه اخرى خلايا مستطيله جدارها فيها تعريج، وادي الخلايا الحارسه كلويه الشكل وبلا خلايا مساعده وما فيهاش طبعا هنا ثغور. هنا الجدر الخلايا مستقيمه او هنقول عليها مضلعه، والجدار سواء مستطيله او مضلعه تمشي معايا مفيش مشكله. الجدار هنا يعني ما هوش معرج او يمكن عليه مستقيم خلاص، وادي الدامبل شيب او الخليه الثغور اهي، الخلايا الحارسه دامبل شيب اللي هم الاثنين الحمر دول، ودول اثنين خلايا مساعده حواليهم بالشكل ده كده، هنا في اربع خلايا مساعده. وادي بشره اخرى اهي، خليه مستطيله جدارها متعرج، وادي الثغر دامبل شيب، وادي خليتين مساعدتين. هنا هنلاقي قطاع عرضي في النبات عشان يبين لي الثغر بقى بالمنظر الجانبي مش منظر سطحي كده. فين الخلايا الحارسه؟ الخلايا الحارسه اهي، ادي واحده وادي الثانيه، وطبعا ده الفراغ بتاع الثغر يعني. خلايا البشره اهي اللي احنا حضراتكم شايفينها، وادي الادمه اهي. طيب نشوف شكل اخر من خلايا البشره، طبعا هنا خلايا البشره كلها زي ما احنا شايفين كده قد بعضها تقريبا يعني. هنا هنلاقي احيانا في بعض خلايا البشره بتكون كبيره خلاص بالمنظر ده، بيسموها خلايا حركيه، الخلايا الحركيه يعني خلايا البشره العاديه اهي، لكن بنيجي هنا بنلاقي خلايا ايه؟ بنلاقي الخلايا الكبيره دي بنسميها عشان تعمل زي المفصل بالنسبه للورقه، وادي طريقه رسمها بالمنظر ده كده. موجوده فين اهي؟ يعني ده قطاع في ورقه عشان يبين لي الخلايا الحركيه اهي، اهم الاثنين دول، المجموعه دي مش الاثنين، دي مجموعه خلايا ودي مجموعه خلايا. تعال نبص هنا برضو على البشره، بس البشره هنا بتاعت جلد. عرفت منين؟ اللي يعرف يبقى هايل. خلايا البشره بتاعت الجذر زي ما حضراتكم شايفين اللي هي دي اهي، ما بيكونش عليها طبقه ايه؟ كيوتين، اللي هي الكيوتيكل اللي موجوده، الادمه اللي موجوده في البشره في الساق، هنا مش موجود، الطبقه الشمعيه دي مش موجوده، وادي دي عباره عن شعيره جذريه، كل دي بالشكل ده كده. نيجي نشوف انواع تانيه من الشعيرات، اه شعيره وحيده الخليه وغير متفرعه او لا غديه، ما فيهاش غده يعني. نيجي نبص هنا بقى، اهو هنلاقي الخليه دي كل دي شعيرات، الشعيرات اللي موجوده عندي هنا في كل اللي باينه دي، ده مجهر الكتروني، كلها وحيده الخليه خلاص وكلها غير متفرعه، لكن تفرق بقى ان في نوع زي كده اللي هو بيكون غير غدي، يعني خليه واحده وغير متفرعه وغير غديه، انما دول خلايا ايه؟ غديه. تعال نبص هنا اهي، شعيره وحيده، وحيده كل دي خليه واحده؟ اه. متفرعه؟ ايوه. فيها غده؟ لا. نفس الكلام هنا، هنا بقى الشعيرات دي عباره عن خلايا عديده الخلايا ومتفرعه ولا غديه، ما فيهاش غده. الخليه اللي هنا دي عباره عن شعيره وحيده الخليه متفرعه ولا غديه ايضا. اللي دي بقى عباره عن اهي شعيرات، مالها الشعيرات دي؟ الشعيرات دي عديده الخلايا؟ ايوه. متفرعه؟ لا غير متفرعه وما فيهاش غده. نيجي هنا نفس الكلام، الشعيره اللي قدامنا دي عباره عن شعيره خليه واحده ومتفرعه ولا غديه. طب تعالى نبص لشكل اخر هنا، عباره عن خليه واحده خلاص، وادي الغده اهي بالشكل ده كده. طب هنا لا، ده هنا بقى عديده الخلايا وغير متفرعه اهي، وغديه؟ اه في غده هنا اهي. الاثنين دول موجودين عندنا اهو، ادي عباره عن شعيره، مالها الشعيره دي؟ عديدة الخلايا متفرعة؟ لا، لا غدية، إنما هنا إيه؟ فيها غدة بالمنظر ده كده، تمام؟ دي عديدة الخلايا، لكن كان واضح معرفش بقى فوق بتنتهي بغدة أو لا، لكن إحنا افترضنا إن هي إيه؟ لا غدية، لكن طبعًا لما تيجي إلا في اختبار مش هجيبها مقطوعة بالمنظر ده كده. شكل أنواع تانية من الخلايا اللي هي خلايا البرانشيما بأنواعها المختلفة، وده كان مشروح في فيديو سابق. فبنلاقي إن هي خلايا مستديرة بالشكل ده كده، يعني نقط التلامس تقريبًا تكاد تكون نقطة واحدة. طبعًا لما بيتجمع ثلاث خلايا كده فبيكون عندي هنا ايه؟ بيكون عندي مسافه بينيه اهو، ممكن تكون ما بين ثلاث خلايا، ممكن تكون ما بين اربع خلايا، فبيكون عندي
ساعتها شكل رباعي ما بين الاربع خلايا زي كده. ليه؟ لان ادي خليه 2 3 4، فبالتالي الاربع خلايا دول هيحصلوا بينهم زي هنا كمان اهو مسافه بينيه رباعي، ودي مسافات بينيه بقى ثلاثيه اللي هي العاديه اهي بين 3 خلايا. ده شكل مستدير. الشكل المزرق اللي جوه ده ممكن تكون حبيبات نشا لما صبغنا بيه الازرق. نيجي للخلايا البرانشيميه المضلعه، هتلاقي ان الايه الجدار هنا بقى مكان التلامس عباره عن مسافه كبيره شويه زي كده، دي بتبقى خلايا مضلعه. فين المسافات البينيه؟ اهي يا اما ثلاثيه بالمنظر ده كده، او بتكون ما بين 4 خلايا فبتكون بالشكل ده كده. دي الانويه بتاعتها ودي طريقه رسمها اهي. نروح لخلايا برانشيميه مضلعه بشكل اخر، هنا مفيش مسافات بينيه خالص، كلها ملتصقه ببعضها ودي طريقه رسمها. في خلايا برانشيميه مضلعه ايضا اهو واضحه جدا، ده في جذر، ادي الجدار اهو، وادي المسافه التلامس منطقه التلامس، وادي المسافه البينيه اهي اللي احنا حطيناها، دي المسافه البينيه. هتلاقي هنا معظمها رباعيه ما بين 4 خلايا. ليه؟ لان الصفوف ماشيه فوق بعضها، يعني ده صف اهو وادي صف اهو وادي صف اهو، كانها فيها شيء منتظم شويه، فبالتالي بتكون ماشيه في صفوف بالمنظر ده. ادي المسافات البينيه معظمها رباعيه. بنلاقي خلايا ثانيه برانشيميه اهي مستديره او غير منتظمه، وادي المسافات البينيه اهي، خلاص انتهينا من الموضوع ده. لكن هنا بنلاقيها فيها لونها ازرق، المحمر ده اللي هو النواه، خدت الصبغه العمراء بتاعتها، وادي الازرق ده كله عباره عن حبيبات نشا، يعني دي برانشيما تخزينيه. نلاقي برانشيما تانية زي ما حضراتكم شايفين، خلايا البرانشيما مضلعه ما فيش مسافات بينيه، وجواها كل الكور اللي احنا شايفينها دي عباره عن بلاستيدات خضراء. بنلاقي شكل اخر من من الخلايا البرانشيميه الفراغيه. ليه؟ فين الخلايا؟ اهي دي خليه خليه خليه، كل دي عباره عن خلايا. الخلايا هنا بتحصر ما بينها مسافه بالشكل ده او فراغ، عشان كده سميناها خلايا برانشيميه هوائيه او فراغيه، وادي التكبير بتاعها اهي. حتى هنلاقي حتى في اماكن معينه هنلاقي عناصر التوصيل اللي هو الخشب بالشكل ده هنا، دي كلها اللي هي الفراغات. فين الفراغات؟ اهو ده عباره عن فراغ اللي احنا بنشعر ده، فراغ اهو، ده فراغ فراغ فراغ، كل دي فراغات. ممكن نلاقيها بشكل اخر، الاقي فين الخليه هنا؟ هي الخليه نفسها دي، وفين الاذرع بتاعتها اللي احنا شايفينها حضرتك دي؟ يعني لو انا بتكلم الخليه دي لها كام ذراع؟ ادي 1 2 3 4 5 6، هنا 1 2 3 4 5. طب دي اللي بص 1 2 3 4 5 6 7، 7 اذرع، نفس الكلام هنا 6 اذرع، وهكذا. وبينها فراغات مثلثه بالمنظر اللي انت شايفه دي، لكن شكل الخليه نجمي فبنسميها خلايا برانشيميه نجميه. نروح لنسيج اخر بقى غير البرانشيما اسمه كولانشيما. الفرق بينهم ايه؟ هنا تلاقي الخلايا الجدار بتاعها بسلوز، يعني زي البرانشيما، بس البرانشيما جدارها رقيق ومنتظم يعني متساوي على كل اجزاء الجدار، انما هنا لا، نلاقي الخليه الاصليه، وانا هرسم خليه، الخليه الاصليه اهي، دي الخليه الاصليه، دي الخليه الثانيه اللي جنبها اهي، وهكذا. فاللي بيحصل ان الخليه ترسب على المكان ده اهو، كل ده ترسيبات بالمنظر ده كده، فبتكون النتيجه يكون هنا ماشي في صفوف، يعني الابيض ده عباره عن فراغات الخليه، وتكون النتيجه ان المسافه بينهم كبيره بالشكل ده، فكانها ماشيه في صفوف، عشان كده بنسميها خلايا كولانشيميه. هنا نتيجه ان التغليظ، طب ليه ما قلناش عليها برانشيما؟ لان التغليظ غير متساوي في الناحيه دي، غير ما بين الخليتين، غير ما بين الصفين، دي صفائح هي. هي بقى فين الخلايا اهي؟ ده هنا ادي خليه، ده الفراغات بتاعت الخليه، الفراغات اللي موجوده بقى دي فراغ الخليه، المسافه البينيه اللي بينهم دي والترسيب بتاع الجدار ده عمل لي ايه؟ عمل سيلولوز اهو كبير، ولكن ساب فراغات موجوده، سميناها كولانشيما فراغيه. طب لو ما سابش فراغ زي كده، فين الخليه الاصليه؟ اهو بص، لو انا مشيت كده الجدار اهو، اهو ده الجدار بتاع الخليه الاصليه اهو، اهو اللي انا ماشي عليه ده اهو، اهو فين الترسيب؟ هنا ما فيش ترسيب خالص تقريبا، يجي هنا يرسب كميه كبيره من السليلوز، هنا لا، كميه كبيره من السليلوز، هنا لا، كميه كبيره من السليلوز، وهكذا بالمنظر ده كده اهو، كميه كبيره من السليلوز اهو بالشكل ده كده،
طبعا كل ده بقى بنظلله زي ما حضراتكم شايفين، فيطلع لي الشكل اللي انا بتكلم عليه بالمنظر ده كده. فدي بنسميها خلايا كولاجينية زاوية. الاسكليرينكما او الالياف، احنا شفنا الالياف فوق خالص اللي هو جدارها من اللينين، هنا بنشوف نوع تاني. هنا الخلايا الحجريه ما بتكونش في شكل طبقه كامله او تجمعات، بتبقى خليه او اتنين، خليه مفرده او بعض الخلايا متجمعه. فين الخليه نفسها؟ ادي الخليه، ادي الجدار بتاعها اهو، طبعا عشان بس الخط لونه احمر، لكن جدار الخليه الاساسي اهو بالشكل ده، خلايا مضلعه اهي. طيب وده الفراغ بتاع الخليه، وكل ده اهو، كل المسافه دي ده سمك الجدار اللي انتوا شايفينه. طب ايه الخطوط اللي باينه دي كده؟ الخطوط اللي هنا دي عباره عن النقر البسيطه اللي تبقى موجوده، الفتحات اللي موجوده عشان توصل ما بين خليه والتانيه. طيب يبقى كده شفنا البشره، وشفنا ما فيها من فتحات اللي هي الثغور، وشفنا لو فيها شعيرات، وشفنا انواع الخلايا. طب تعالى بقى نشوف البشره دي لو اتقطعت النبات يحصل ايه؟ طب ايه اللي هيقطع البشره؟ اللي هيقطع البشره لما النبات يزيد في السمك، فتكون النتيجه انه يكون ايه؟ قطع البشره، فتيجي بعض الخلايا البرانشيما تستعيد نشاطها اهي زي ما حضراتكم شايفين، وتعمل لي الطبقه اللي حضراتكم شايفينها دي اهي من الكامبيوم عشان يديني الفلين، طبقه من الفلين او البريديرم اللي هي بنسميها بدل البشره، يعني البشره اللي اتقطعت، فدي بتعوضها عشان يحصل ايه؟ تحمي القطاع من الخارج. يبقى ده عباره عن الطبقه اللي هي الكامبيوم. طبعا الكامبيوم ده نتيجه ان هو نشا من خلايا دائمه، فبنسميه كامبيوم ثانوي، وده كامبيوم بتاع الفلين. طيب هو الكامبيوم ده وظيفته ايه؟ يدي خشب والحائل اللي هو ده بتاع الفلين؟ لا، ده كامبيوم اللي هو بتاع الفليني، لكن في كامبيوم ثاني وعائي اللي هو بيكون خشب ولوعاء، هو خشب ولوحاء اللي هو زيلم والفلويم، يا اما بيكون داخل حزمه وعائيه زي ما حضراتكم شايفين هنا كده. فين هنا الكامبيوم؟ اهي خلايا الكامبيوم اللي حضراتكم شايفينها، لو انا جيت هرسمها فين الخليه؟ اهي انا برسم معلش بالماوس، فممكن يكون الخط مش مظبوط قوي. ادي خليه اهي، ادي الخليه الثانيه اهي بالشكل كده اهو، دي خلايا الكامبيوم. فبتدي لفوق ده عباره عن الفلويم، وتدي تحت خلايا الزيلم او خلايا الخشب. جميل. طبعا ده لو كان موجود داخل الحزمه الوعائيه زي ما حضراتكم شايفين، فين اهي اللي هي الطبقات دي، الخلايا دي اللي احنا شايفينها دي، دي عباره عن الخلايا دي اللي هي عباره عن الكامبيوم، اللي فوق ده اللحاء او الفلويم، وده عباره عن الزيلم او الخشب. هو ممكن يكون الكامبيوم مش داخل الحزمه، اه زي اللي في الجنب هنا اللي هو بين حزمتين زي ما هنشوف كمان شويه يعني. اهو اهو بنيجي بالشكل ده كده، فين الكامبيوم هنا؟ اهي الكامبيوم اللي هنا اهو بالمنظر ده، كل ده عباره عن خلايا كامبيوم. ادي اللحاء فوق اهو، وادي الخشب بعناصره زي ما هناخده او شرحناه في فيديو سابق. نشوف شكل اخر اهو اللي زي الشريحه اللي احنا شفناها قبل كده، ادي طبقات صفين ثلاثه كامبيوم، فوق ادي اللحاء، وادي هنا عباره عن الخشب. هو الكامبيوم المفروض بيكون طبقه واحده، لكن الطبقات اللي شبهه فوق وتحت دي هتتكشف وتبقى لحاء، ودي هتبقى تتكشف وتبقى خشب، يعني عشان ما حدش يقول لي ان هو صف واحد، ممكن يكون صف واحد لكن بيبان اكتر من صف عشان لسه ما تكشفش. النسيج اللي قدامنا ده نسيج اللحاء. نسيج اللحاء بقى اللي هو ده، الاقي خلايا كبيره اللي هي بالمنظر ده، اللي هي بيسموها الخلايا الغرباليه، اللي بتوصل الميه، بتوصل الغذاء بعد ما يتكون في الورقه وتوزعه على اجزاء النبات، وبيكون مرافق ليها اهو اللي حضراتكم شايفينه ده، عباره عن خلايا مرافقه اللي هي الصغيره دي. فين تاني؟ اهي زي دي بنسميها خلايا مرافقه. طب والخلايا التانيه اللي بره دي عباره عن خلايا برانشيميه. وادي طبقات الكامبيوم اللي هم الصفين الثلاثه الصغيرين دول اهم الصغيرين، صف الكامبيوم ده، وادي كانت الخشب موجود تحت اهو، هنا جايب النص التحتاني من الحزمه الوعائيه، جايب هنا اللحاء اهو، وادي الخشب بالمنظر ده كده. طب واللي حواليهم دي عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا برانشيميه. الشكل ده اتشرح في فيديو سابق، ده عباره عن قطاع في نبات من اول البشره هنا فوق، من اول البشره اهي خلاص، وادي جزء من القشره، وادي الـ 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 الالياف،
وادي طبقه اللحاء، اهو انا حتى حطيت العلامه من الاول، وادي الخشب الى اخره. ده في المنظر العرضي، وده في المنظر الطولي بتاعه. يعني شوف بعد كده، هو الخشب ده واوعيه الخشب مش لازم تبقى الانابيب دي مفتوحه على طول عشان تضمن الميه تطلع؟ طب هو الانبوبه دي لما تكون رفيعه مش محتاجه تغليظ كبير، لكن لو عريضه او كبيره واسعه محتاجه تغليظ يكون كبير بالشكل ده. زي ما حضراتكم شايفين ده اللي على اليسار، ده وعاء الانبوبه ضيقه، فمش محتاجه غير الشكل الحلقي، الحلقات اللي هي بالتغليظ، يعني كل مسافه كده نلاقي تغليظ، مسافه في شكل حلقات. لو الشكل ده الانبوبه وسعت شويه الاقي الحلقات دي ضاقت، يعني بقت قريبه من بعضها. ليه؟ عشان محتاج تدعيم قوي زي ما حضراتكم شايفين. لو وسعت اكتر شويه بقت عريضه وواسعه كده، لا ده الجدار كله بيبقى متغلظ ما عدا الفتحات اللي حضرتك شويه فيها خلاص. وممكن في الاخر هنا بقى اللي هو الشكل الشبكي او المثقب، ده بنسميه مثقب اللي هو ده، وده شكل شبكي. في اشكال تانية هنشوفها اهو. ادي الوعاء الخشبي الحلقي، سواء كان رفيع كده هنا وسع شويه فبقت المسافات اقل. طب واللي على اليمين ده، ما هو اللي جنب منه دي انابيب غرباليه، انابيب بتاعت اللحاء، واللي بين كل انبوبه وانبوبه دي انبوبه، ودي واحده تحت منها ودي تحت منها، المسافه اللي بينهم دي بيبقى فيه صفائح مثقبه زي الشبكه كده. وادي شكل اخر اهو عشان يبين وعاء شبكي حلقي، ادي الحلقات او التغليظ اهو. في وعاء خشبي حلزوني زي ما حضراتكم شايفين، وفي وعاء خشبي سلمي، يعني التغليظ بيبقى عامل زي السلم كده اهو. ادي السلمي اهو زي ما حضراتكم شايفين. طب الابيض ده ايه؟ عباره عن فتحات، ان هو كله متغلص خلاص بقى فيه تقويه ما عدا الفتحات الصغيره اللي هي بنسميها الثغور، اللي هي النقر، نقره اهو. ده مجهر الكتروني كله متغلص ما عدا الفتحات اللي اتسابت دي بالمنظر ده كده. ادي اشكال تانية ليها، دي اللي هو السلمي برضو اهو اللي على اليسار ده الحلقي خلاص، وادي الوعاء الشبكي بالمنظر ده كله خلاص بقى متغلص تماما وبقى فيه ثقوب صغيره وبقى عامل زي الشبكه هنا اهو. ده انواع التغليظ في اوعيه الايه؟ الخشب. وفي هنا وعاء خشبي مثقب زي ما حضراتكم شايفين، ثقوب بالمنظر ده كده. طيب الخشب ده لو حصل ان هو ادم خلاص ومش هيقوم بالوظيفه بتاعته، مش هيوصل لميه والاملاح، او الطريق للعضو معين او لفرع معين اتقطع، فعايزين نقفل الماسوره دي نسدها عشان ما تفضلش ميه تطلع منها. فيحصل ايه؟ يتكون حاجه اسمها التايلوزات، يعني الخلايا البرانشيميه اللي جنب الاوعيه تبتدي تقوم جايه عامله ايه؟ تدخل اجزاء منها جوه، تعمل انتفاخات وترسبات انتفاخات عشان تسد هذا الوعاء. قطاع طولي لوعاء خشب يوضح التايلوزات اللي هي هتقفله هتسده عشان الميه ما تطلعش فيه. ليه؟ الانبوبه دي او الطريق ده خلاص هيروح لمقطوع، الفرع اتقطع او الجزء انتهى امره، فبالتالي لازم يتسد خلاص، بقى طريق مسدود. خشب في القطاع الطولي بالمنظر ده كده، انبوبه فوق انبوبه فوق انبوبه اللي هي الانابيب الغربليه، ما بينهم بتكون في صفيحه زي المصفى كده مثقبه. وايه ده؟ عباره عن سداد او غشاء مخاطي او سداد مخاطي او جيلاتيني، تركيب جيلاتيني يعني. ده شكل اخر اهو، ادي انبوبه وادي انبوبه ودي صفيحه غربليه. بيبقى جنب كل انبوبه بيبقى فيه خليه، خلايا صف من خلايا مرافقه، وظائف معينه نتكلم عنها في وضع اخر. الشريحه اللي شفناها قبل كده اللي هو تركيب اللحاء، وادي البيانات. الخشب انا هنا عامله لفوق، ده كامبيوم حزمي اهو، عاطي في الخشب اهو، وادي اللحاء، ادي الخلايا المرافقه اللي هي الصغيره دي، دي الانابيب الغربليه اللي هي الواسعه بالمنظر ده كده. اذا كان بان جزء زي كده اللي هي زي دي اللي هي الصفيحه الغربليه، يعني واضح لما جينا قطعنا فين؟ مرينا بالخط ده اهو، مرينا بيها فتبان لنا بالشكل ده كده اللي هي صفيحه غرباليه. هو النمو الثانوي وحلقات النمو اللي بيحصل ان النبات بينمو بالعرض زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا الكامبيوم اهو، ادي الفلويم اللي هو اللحاء، وادي الفلين، كل ده التركيب الفلين اللي هو بدل البشره ده اللحاء، وهنا الكامبيوم من هنا، كل ده خشب. طب ليه الخشب باين بالشكل ده كده؟ لان الخشب وهو بينمو، في فرق بين الخشب اللي بينمو في الصيف اللي هو السمر وود، وفي اللي هو بتاع الربيع او بتاع الشتاء. والحلقات دي لما بيجي نعدها نقدر نعرف منها عمر الشجره، وطبعا بيبان النمو ده، يعني المسافه ما بين حلقتين كبيره ولا صغيره، هل ليه دلاله؟ ليه دلاله. طبعا الكلام ده على تفصيل كبير، انا مجرد بس كان بلمح ليه. لو ضغطت على الصوره عشان كده، بص الماوس اهو او المؤشر، لو رحت هنا اضغط على اي حته في الصوره هيوديك على ايه؟ فيديو تقدر تتفرج عليه وتشوف
لو انت عايز تستفيد كثقافة عامة يعني. شكل النمو الثانوي اهو بالمنظر ده كده، بتلاقي بقى كمية خشب كبيرة جدا بالشكل ده، جزء واسع وجزء ضيق، جزء واسع وجزء ضيق زي كده اهو، بتلاقي في جزء واسع وبعدين خشب ضيق جزء، وهكذا. ده كله عبارة عن نمو ثانوي اللي بيدي حلقات النمو في الشجرة. في شريحة احنا شفناها قبل كده اللي هو بتبين تركيب البريدرم او العديسات، اللي هو بديل مين؟ بديل مين؟ بديل، ها قولوا معايا، بديل البشرة اللي اتقطعت في النمو الثانوي. طب اذا كان في ثغور في البشرة، فتحات، طب هنا ده هيبقى مصمت؟ لا، بيحصل ان في اجزاء هنا بتبقى مفتوحة بالمنظر ده كده، اسمها عديسات. عديسات دي اللي هي الفتحة دي او الفتحة دي اللي هي بديلة للثغر، عشان يبقى في نوع من التنفس وتبادل. بنيجي بعد كده بنشوف علاقة البيئة بالتركيب التشريحي، ده مش هنقف عنده كتير. ايه اللي انا حاطه قدامكم ده؟ اللي قدام حضراتكم ده النباتات الصحراويه اللي على اليسار دي، سواء كانت عصريه يعني بتقاوم ده ان فيها اشواك عشان ما فيش حد ياكلها، تبقى منتفخه وعصريه زي الصبار وكذا، او بتكون الاوراق بتاعتها منتفخه برضو فيها عصريه، دي نباتات عصريه بالشكل ده كده، بس هنا الساق هو اللي منتفخ وعصيري، هنا الاوراق. اللي تحت هنا بقى لا مش عصيريه، اباريه، بتكون ايه؟ اباريه بالمنظر ده كده، صحراويه. ليه اباريه؟ هنا قاومة الجفاف بتخزين المية، هنا قاومة الجفاف انها خلت الابر الاوراق وكده ابرية عشان ما يبقاش فيها ثغور كتيرة وما تفقدش مية كتيرة. في شكل تاني بقى نباتات مائية، اما بتكون فلوتنج يعني طافية او مغمورة بالشكل ده كده، بتكون في الملاحات هنا اهي، قد تكون في البحر والمحيطات او في المانجروف. طبعا هنا ده كمعلومة عامة يعني. الورقة دي احنا خدناها قبل كده عشان نشوف اللي هي البرانشيما ذات الثنايات، لكن هنا عشان تبين الطبقة اللي بقت البشرة غليظة بالشكل ده وبقت الثغور، نسميها ثغور غائرة، غائرة يعني جوه متغطية جوه، هي غائرة لجوه ما تبقاش على السطح بره عشان تقلل عملية النتح، كنبات صحراوي يعني. لا، نبات القصب الرمال ده التف بالشكل ده ليه؟ عشان يبقى مغطي على الثغور بالداخل ويبقى فيه شعيرات، فيقلل فقد المية وعملية في عملية النتح عشان يحتفظ بالمية. ما هو نبات صحراوي نفس الصورة هي هي، بس مكبر جزء منها يعني، نفس الصورة هي هي. ممكن نباتات المائية بتكون بيها خلايا برانشيمية فيها فراغات هوائية كبيرة جدا عشان عملية الطفوة اهي، ودي اشكال مختلفة من النباتات المائية في القطاعات بتاعتها عشان تبين الخلايا البرانشيمية. ده شرح مبسط للمقرر التشريحي العملي او الشرايح الرئيسية بتاعتها، طبعا كانت قال ده بالتفصيل قبل كده لكن بنذكركم بيه، واتمنى لكم التوفيق. ان كنت وفقت فمن الله، ان كنت اخطأت او نسيت شيئا فمن نفسي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وتجعل في عملنا رياء او سمعة يا رب. والى ان نلتقي في فيديو جديد بسيط مبسط من شروحات تبسيط العلوم. اترككم في رعاية الله وامان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.